بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية عمري معك أردت أن أرويها يا رفيق الروح من حنايا القلب الذي غبت عنه جسدا ولا زلت رابضا فيه روحا وستبقى إلى الأبد. يرضيني أنك أكثر حياة من كثيرين على قيد الحياة. يعوض عني شعور الناس أنك القائد والحبيب والأب والمربي والزعيم والمرشد. اطمئن يا رفيق، لا تقلق علي، وكذلك لا تقلق على بهاء وسعد وجمانة وعدي وأيمن وفهد وهند، فهم كما أردت وتريد، وهذه عائلتك الصغيرة، وهذه عائلتك الصغيرة هي على عهدها لك بأن تبقى سويا ونعمل على ما أردته لعائلتك الكبيرة، وهو لبنان الحبيب إلى قلبك وقلبنا. كيف يمكن اختصار المحيط بأمواجه الهادرة وعمقه الرهيب؟ هكذا هي الحياة، كيف يمكن اختصارها؟ وبخاصة إذا كانت حياة مليئة بالإنجازات، حافلة بالأحداث، كحياة رجل بحجم رفيق الحريري. بالنسبة لي لبنان أثناء الحرب هو لبنان المليون طالب. كانت الحرب أيمي، إذا جمعنا المتحاربين بيطلعوا أقل من 1% من عدد سكان لبنان. في 99% ما لهم علاقة بهذا الموضوع، لا هن معيدين الحرب ولا هن مشتركين فيها. في العام 92 وفي حفل تخرج لطلاب الجامعة اللبنانية، كانت الإطلالة الإعلامية الأولى لرفيق الحريري. ألقى حينها خطاباً اعتبر بمثابة العناوين الكبرى لخططه السياسية والإعمارية. منسمع عن الفساد بالإدارة وكلنا ناطرين بكرة شو بدي يعمل مجلس وزراء. في ناس بلشوا يستعيلوا، وبعتقد هؤلاء فعلوا خيرا أفضل من أنه يقالوا بكرة. وفي سنوات حكمه التي سبقت العام 2000، تكرر خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة لبنان وسلمه الأهلي باعتداءات لم توفر المدنيين سواء في الجنوب أو في بيروت. وتعتبر الحكومة أن أحد أهم أهدافها هو الحفاظ على إنجاز المقاومة، مع التأكيد على أن الموقف الإسرائيلي المتمادي في العدوان على لبنان هو سبب التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة. لكن الرئيس الحريري بدا مصمماً منذ أول حكومة تولى رئاستها على إحياء البلد من جديد ووضعه على سكة المستقبل. أطلق ورشة إعادة الإعمار وأشرف شخصياً على أدق تفاصيلها. لقد قاست مدينة بيروت كثيراً، ودفع أهل بيروت ثمناً غالياً أثناء الحرب. دفعوا من أرواحهم وكراماتهم وممتلكاتهم، وقد آن الأوان ليستعيدوا كل ذلك، ونحن وإياكم إن شاء الله على الطريق لنجعل من مدينة بيروت المدينة التي نفخر بها جميعاً، ليس فقط كلبنانيين وإنما كأمة عربية. ورغم حملة الانتقادات التي جوبها بها، أثمرت سنوات العمل الدؤوب على إنجاز المشروع. عادت الحياة لتنبض مجدداً في قلب المدينة. هذا الوسط اقترن إنجاز إعادة إعماره باسم رفيق الحريري، أحد أكبر المشاريع على مستوى العالم من خلال شركة سوليدير. أعاد الحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية، وباتت الداونتاون قبلة للزائرين والسواح واللبنانيين. كان العمل على إنجاز شبكة طرق وأوتوسترادات وأنفاق. ورش أخرى طاولت مؤسسات الدولة لاسيما الحياتية منها، من الكهرباء والمياه والهاتف، وصولاً إلى المطار الذي بات حديثاً يحاكي المطارات الدولية.
وجهد الرئيس الحريري على تحسين مستوى الخدمات وإعادة الثقة بالمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وبنى المستشفيات الحكومية. بموازاة كل ذلك دأبت حكومات الحريري المتتالية على اتباع سياسات مالية واقتصادية تقوم على تشجيع الهيئات والصناديق الدولية والمالية على الثقة بلبنان، والذي ترجم عبر مؤتمر باريس واحد الذي دعا إلى عقده الرئيس الفرنسي جاك شيراك في العاصمة الفرنسية في العام 2001. بعد باريس واحد التحديات كانت أكبر والعمل تطلب جهداً أكبر، فكان مؤتمر باريس 2 الذي عقد في تشرين الثاني من العام 2002 برعاية الرئيس الفرنسي. واجه الرئيس الحريري عند عودته من باريس حرباً سياسية أكثر منها اقتصادية، فوضعت العراقيل أمام تطبيق باريس 2 في أكثر من إطار. رغم ذلك استطاعت حكومته تحقيق بعض الإنجازات وقطف ثمار باريس 2. أنا بدعي جميع الناس، جميع اللبنانيين من كل الطوائف، أنه خلينا نحط إيدنا مع بعض لنبني البلد، مش نقعد واحد يبني واحد يهدم. اقترب موعد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان الرئيس الحريري من أشد المعارضين للتمديد للرئيس أمين لحود. في تلك المرحلة وتحت وطأة التهديد بتدمير لبنان وبالنيل منه شخصياً في اللقاء الشهير والأخير بينه والرئيس السوري بشار الأسد في شهر آب من العام 2004، اضطر الرئيس الحريري إلى القبول بالتمديد للحود. بعض فسر أنه والله رفيق الحريري ابتعد شوي لأنه ضعف، مش عن ضعف، أنا إيماني بالله كبير وثقتي بالبلد كبيرة وثقة الناس هي الأساس عندي. عاد الحريري إلى بيروت وشارك وكتلته في التصويت على التمديد، وما لبث أن أعلن استقالة حكومته. أما حلمه الأكبر بوطن حر يتوحد فيه المسلمون والمسيحيون ويعيشون جنباً إلى جنب، فتحقق يوم استشهاده حين صرخ اللبنانيون غضباً بصوت واحد، وامتزجت أجراس الكنائس بمكبرات المآذن حزناً على فقدان رفيق الحريري باني نهضة لبنان وحاملاً رسالته إلى العالم. بعد غياب رفيق الحريري أدرك اللبنانيون أن زلزالاً أصاب حياتهم وأن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الأحداث. تحولت ساحة الشهداء في بيروت إلى ساحة للحرية، احتضنت مئات ألاف اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات، خرجوا جميعاً يداً بيد وبروح واحدة مطلقين انتفاضة الاستقلال. طالبوا بمعرفة حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، وتوحدوا حول ضريحه قرب مسجد محمد الأمين، وصدحت أصواتهم مطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان. لم يفارقوا ساحة الحرية، وكان 14 من آذار بمثابة يوم تاريخي ولاء للبنان ووفاء لرفيق الحريري. بموازاة ذلك تواصلت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة، فأرسلت الأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق مهدت الطريق أمام لجنة التحقيق الدولية التي بدأت أعمالها برئاسة المحقق الألماني ديتليف ميلس، وتابعت عملها مع خلفه البلجيكي سيرج براموت بعد سلسلة قرارات من مجلس الأمن الدولي في سابقة حصلت للمرة الأولى في العالم. وفي بيروت كانت قوى 14 من أذار تقود حملة للمطالبة بمحكمة دولية لمحاكمة المجرمين والمسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري وكل الجرائم